أهلا وسهلا بكم في درس من دروس اللغة العربية مع AJ وهاني. Hello and welcome to a new lesson of Learn Arabic with AJ and Hani. درسنا لليوم هو قصة لست مذنبا. Our lesson for today is a story and it's called لست مذنبا. لست مذنبا. I'm not guilty. دعونا نبدأ. Let's start. يقول محمد يبدو أن هذا الأسبوع ليس أسبوع الحظ عندي. يقول والداي أنني لا أحسن التصرف وأنا أعتقد أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً. نهار الأحد الماضي التقيت طفلاً متسولاً في الشارع قرب البيت. أدخلته إلى بيتي وأعطيته ملابسي الجديدة التي كانت أمي قد اشترتها لي بمناسبة عيد ميلادي، ورحل الفقير بعيدا. لامت الأم محمدا على إدخاله شخصا غريبا إلى المنزل، ولامه والده لأنه تصرف من دون أن يعود إليه. وعاقبني أبي بأن أرتدي ملابسي القديمة يوم عيد ميلادي كي لا أنسى خطأي. يقول الولد في نفسه أنا لم أفعل شيئا خاطئا. نهار الاثنين الماضي أختي رفضت أن تعطيني النقود من حصتها في المدرسة لأنني أعطيت مالي إلى رفيقي الذي كان يحتاج إلى المال ليشتري طعاما. لقد أعطيته كل ما لدي ولم أترك لنفسي شيئا لأنني لم أكن جائعا. في البيت أخبرت أختي أبي وأمي عما حصل في المدرسة، وأبي اتخذ قرارا بأن سندويشا منزليا يكفيني في المدرسة. حاولت الاعتراض وإقناعهم بأنني لم أخطئ، لكنهم لم يقتنعوا. صرخت بصوت عال، بكيت، لكن جهودي كلها باءت بالفشل. واليوم أنا معاقب منذ الظهر. لماذا؟ لست أدري. It's time now to translate the passage into English and explain it. يقول محمد، محمد says، يبدو أن هذا الأسبوع ليس أسبوع الحظ عندي. It looks like this week is not my lucky week. حظ means luck. يقول والداي أنني لا أحسن التصرف. My parents say that I don't behave. وأنا أعتقد أنني لم أفعل شيئا خاطئا. And I think that I did not do anything wrong. نهار الأحد الماضي، last Sunday during the day، التقيت طفلا متسولا في الشارع. I met a beggar and he was a child. قرب البيت، next to the house. أدخلته إلى بيتي. I let him in to my house. وأعطيته ملابسي الجديدة. And I gave him
my new clothes. التي كانت أمي قد اشترتها لي. Clothes that my mom bought for me بمناسبة عيد ميلادي. In the occasion of my birthday. ورحل الفقير بعيدا. And the poor child went away. لامت الأم محمدا على إدخاله شخصا غريبا إلى المنزل. The mom blamed Muhammad for letting a stranger into his house. ولامه والده لأنه تصرف من دون أن يعود إليه. And his dad blamed him because he acted without coming back to his dad. وعاقبني أبي بأن أرتدي ملابسي القديمة. And my dad punished me with wearing my old clothes. يوم عيد ميلادي. In my birthday. كي لا أنسى خطأي. So I don't forget my mistake. يقول الولد في نفسه. The child says to himself. أنا لم أفعل شيئا خاطئا. I did not do anything wrong. نهار الاثنين الماضي. Last Monday during the day. أختي رفضت أن تعطيني النقود من حصتها في المدرسة. My sister refused to give me some of her money at school. لأنني أعطيت, because I gave, مالي إلى رفيقي. My money to my friend. الذي كان يحتاج إلى المال. Who needed that money. ليشتري طعاما. To buy food. لقد أعطيته كل ما لدي. I gave him everything I have. ولم أترك لنفسي شيئا. I left for me nothing. لأنني لم أكن جائعا. Because I was not hungry. في البيت at home. أخبرت أختي أبي وأمي عما حصل في المدرسة. My sister told my dad and my mom about what happened at school. وأبي اتخذ قرارا. My dad took a decision بأن سندويشا منزليا يكفيني في المدرسة. That only a home sandwich is enough for me at school. حاولت الاعتراض. I tried to object. وإقناعهم بأنني لم أخطئ. And to convince them that I did not do anything wrong. لكنهم لم يقتنعوا. But they were not convinced. صرخت بصوت عال. I shouted out loud. بكيت. Cried. لكن جهودي. But all my efforts. باءت بالفشل. Were useless. واليوم. And today. أنا معاقب. I'm grounded. منذ الظهر. Since the noon. لماذا. Why. لست أدري. I don't know. السؤال الأول. هات من الفقرة الثالثة ما يلي. Get out of the third paragraph the following. مرادف يوم. Synonym of يوم. Synonym of day. مرادف السابق. Synonym of previous. مرادف المال. Synonym of money. ضد قبلت. Opposite of accept. مفرد مدارس. Singular of schools. مفرد أطعمة. Singular of food. جمع لباس. Plural of clothes. مفرد رفاق. Singular of friends. ضد تأخذ. Opposite of take. ضد يبيع. Opposite of sell. السؤال الثاني. ماذا يقول الوالدان لمحمد كل يوم؟ What do the parents tell Muhammad every day؟ السؤال الثالث. ماذا
يعتقد محمد؟ What does Muhammad think? السؤال الرابع: ما هو الحدث الأول في القصة؟ What is the first event in the story? السؤال الخامس: ماذا أعطى الولد للفقير؟ What did the child give the poor? السؤال السادس: لماذا لامت الأم محمداً؟ Why did the mom blame محمد؟ السؤال السابع: لماذا لام الأب محمداً؟ Why did the dad blame محمد؟ السؤال الثامن: ما هي العقوبة التي حصل عليها محمد؟ What was Muhammad's punishment? السؤال التاسع: لماذا رفضت الأخت أن تعطي محمداً النقود في المدرسة؟ Why did the sister refuse to give money to Muhammad? السؤال العاشر: برأيك هل كان تصرف محمد في الفقرة الثالثة صحيحا ولماذا؟ In your opinion, in the third paragraph, was Muhammad's behavior correct and why? السؤال الحادي عشر: اشرح ماذا حصل في البيت. Explain what happened. السؤال الثاني عشر: ماذا حاول محمد أن يفعل في نهاية القصة؟ What did Muhammad try to do in the end of the story? السؤال الثالث عشر: برأيك هل كان تصرف الوالدين في القصة صحيحا ولماذا؟ In your opinion, in the story, was the parents' reaction right and why? السؤال الرابع عشر: حلل عناصر القصة. Analyze the story. العقدة: complex or problem. الزمان: the time. المكان: the place. الشخصية الرئيسة: the main character. الشخصيات الثانوية: the minor characters. ماذا تعلمت من القصة؟ What did you learn of the story? الحل: solution. السؤال الخامس عشر: وظف المفردات في جمل مفيدة. Put the following words in your sentences. حاولت. I tried. رفض. I refused. أعتقد. I think. أحتاج. I need. أعطيت. I gave. عاقبني. Punished me. السؤال السادس عشر: استخرج من القصة مثالا على كل من السرد، الوصف، الحوار. Get out of the story an example of the following: السرد narration، الوصف description، حوار داخلي interior dialogue. السؤال السابع عشر: استخرج من الفقرة الثانية ثلاث جمل فعلية. Get out of the second paragraph three verbal sentences. السؤال الثامن عشر: صرف الأفعال الماضية التالية مع الضمائر التالية. Put the following past verbs with the suitable pronouns. When we have the pronoun he,
هو I keep the verb as it is. Example, جلس هو جلس. شرب هو شرب. رقص هو رقص. And so on. When we have the pronoun she, هي, we add letter تا with سكون on top. Example, I say هي جلست, هي شربت, هي رقصت, and so on. For pronouns أنت, you for masculine, and أنت for feminine, also you. أنت, we say جلست, we add تا with فتحة on top. أنت جلست, you sat. أنت شربت, you drank. أنت رقصت, you danced. For أنت, we add تا with كسرة under. I say أنت جلستي, أنت شربتي, أنت رقصتي, and so on. With the pronoun أنا, I add تا with ضمة on top. Example, أنا جلست, أنا شربت, أنا رقصت, and also you continue in this way. With the pronoun نحن, we add نا at the end. نحن جلسنا, نحن شربنا, نحن رقصنا, and continue that. السؤال التاسع عشر, لخص القصة السابقة على الدفتر محافظا على الشخصيات والأحداث. Summarize the previous story on your notebook and keep the same characters and incidents. شكرا لكم على المشاهدة, وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا في التعليقات, ولا تنسونا من اللايك والشير. Thank you for watching. That was everything regarding today's lesson. I hope you liked it. Don't forget to subscribe, like, and share if you like the video. Also, follow us at Instagram, Facebook, and TikTok. شكرا لكم ومع السلامة.